كركبه وش كركبه كركبه يعني كركبه عفش هنا القوره هناك والبطاطس هناك والملعق حق تبعي تبيح وتحط شطه والشطه متكسره وتصيح وانا مغمض وطايح طالع في نص عين ما دريت غير اسمع غير بام لو عم عثمان جاب قلت انا افتك من حاجه فاطمه وعثمان طيب ماو وطار قلبي وانا انصرع ما دريت غير في المستشفى هذه القصه كلها دوك المستشفى ودوك المستشفى واول مضروب مضروب ضارب ولا مضروب ضربني ابوي في المستشفى دمه وانت متكسر وانت ما فيه هو مضروب مضروب ضارب او مضروب ظالم او مظلوم ايوه قابل بعدين حجه فاطمه الله لا يوفقك دنيا واخره حتى دنيا الظاهر كله ادعى منها الله يوفقك طيب وش الثقافات اللي عندكم؟ يعني انت الحين تقول حقين الساحل يختلفون عن اليمنيين عن اليمنيين البيض اللي هنا يختلفون اللغه يختلف مثلا بيطلبك ماء ما يقولك اعطني ماء قليل يبغى ماء قليل يقول حق لي مو يحنينا صحيح والله حنينا زي قبيل لما اقول لك يقول للولد والله بكم بيت يعني روح البيت ولا تقول والله مش بايكو شفت يعني تختلف كلام والله يا ولد عايش انت عايش الحين الخلان بناديك نيجيري خلان النيجيريين ما يقولك تعال اري 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 انجو يعني خذ مثلا بتحداك ها طيب بتحداك الا بذاك يا الا بذاك يا